بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية نشكر السي جابر على هذا اللقاء اليوم الدراسي الطاقم ديال تاع الجمعية السياسية. جات في العرض ديالكم نشكر الأستاذة مديرة الأحزاب السياسية اللي دخلوا في هذا اليوم الدراسي. بزاف جو المداخلة ديالكم الحديث عن الكوطة. الكوطة جاءت بنظرات أعتقد أن جل لكم في مجالس البلدية أو البرلمانات جيتوا بالكوطة. الكوطة جات عبر نضالة حركة نسائية، كما كنقولوا نضالات كنقولوا تضحيات، يعني كانت واحد التضحيات واحد المسيرة نتاع النضال وتضحية الحركة النسائية اللي يعني ما جاتش هذا رغبة من الحكومة ولا رغبة من السلطة الآخر، يعني جا هذا الشيء عبر نضالات الحركة النسائية. يعني هناك استغراب ان انكم انتم يعني جيتوا دابا طلعتوا لهاد المجالس هاد الكوطه ودابا كتاخذوا هاد الكوطه. كاينه مساله اخرى هي الفصل 19. الفصل 19 نص على المناصفه. دابا عندنا واحد الحكومه يعني غير قادره على تنزيل الدستور بشكل ديمقراطي، يعني كنشدوا واحد تنزيل الدستور بشكل ديمقراطي استبداد بالرأي بالقرار. كان مؤخرا شفت واحد الفشل تاع مسألة الحوار الوطني حول المجتمع المدني والأدوار الدستورية الدستورية، يعني كانت هي رئيس اللجنة المحلية للتقدم المشتركية بن سميه العلوي مقرر كان المحلية الرسمية. هذا الحوار اللي دار تاع المجتمع المدني يعني ما جاش بواحد الصيغة تشاركية مع المجتمع المدني، يعني كان عندنا واحد الحكومة ما قدرتش توافق الدستور فتح مليون يوم، عاجزة عن تفعيل هذا الدستور، عاجزة عن تطبيق حتى المناصفة، عاجزة حتى عن يعني كنشوف حكومة فيها وزيرة واحدة، كنشوف واحد الغياب شبه تام للنساء في كاتبات دولة والآخر، يعني هذا الحكومة يعني غير قادرة على تفعيل هذا الدستور. عندي واحد السؤال للأستاذة أفتاتي، يعني باعتبارها الحزب العدالة الوطنية، يعني كان في البرنامج الانتخابي ديالكم كان واحد الصوره خياليه، يعني حتى اصبحنا نعتبر ان حكومه نصبت على الشعب المغربي، حطوا واحد البرنامج خيالي. دابا كنشهدوا واحد التراجع مهول يعني المكتسبات اللي حققتها الحكومات السابقه. يعني السؤال للاجراءات المتخذه من طرف الحكومه لرفع الحيف على المراه والادماجيه في التنميه، خاصه المراه في المغرب العميق. النقطة الأخيرة بالنسبة لهذه الحكومة، كان واحد الغياب سياسة واضحة من طرف الحكومة ضمان تكافؤ فرص سواء في التشغيل ولا في الصحة ولا التعليم، إضافة لمجموعة من الحقوق المدنية. وشكرا. شكرا سيدي.